عايز ادخل للمدخل ده لمداخلاتكم علشان يشوف هو التغيير ده عليه سهل، التغيير منهجه ايه، وسيلته ايه، كيف يحدث التغيير. الشعراء من زمان يقول بريت بأربع ما سلطوا علي الا لشقاوتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعداء. بالنسبه لي انا قاعد بناس النفس هي قاصده الموضوع، ازاي اتغير من حاله لحاله، وازاي يكون تغيير النفس نواه لتغيير المجتمع، وهناخد وقت قد ايه في التغيير، وهل احنا فاهمين صح يعني تغيير، ما هي شروطه، ما هي عوائقه، كيف يمكن ربط الفجوه ما بين تغيير الفرد وتغيير المجتمع. فقلت في البدايه تغيير ما يتنفس اقصر الطرق وتصلح الفرد والمجتمع. عايزين نركز على قيود هذه الماده، قيود العنوان تغيير ما يتنفس، ليه هو اقصر الطرق، ليه هو ثمرته لاصلاح الفرد والمجتمع. ناخد الاسئله عشان نجمع الاسئله دي كلها مع مداخلات الشباب، لان الشباب هم اصحاب المصلحه في التغيير، وهنروح واخدينهم كده وعند الاستاذ اسامه والاستاذ محمد عزاء نقول لهم ادي رؤيتنا للتغيير او ادي فهمنا للتغيير. ادونا روشته، ادونا منهج عشان نوصل للغايه، عشان ما نقعدش كلنا كل يوم نسال تغيير تغيير تغيير. ما فيش كلمه اكثر ترددا على لسان الجميع، حتى لما كان في البيت بتقول لازم تتغير، وانا قلت لازم تتغير، والعيال لازم يتغير، والشارع ما بيتغيرش، وهكذا. فموضوع بصراحه يعني شائك وله مستويات. يعني الدكتوره تكلمت عن التغيير في منهج الساده الصوفيه وهو قديم، يعني الامام القشيري عمل رساله كده فيها 100 درجه للتغيير، اساسها المراقبه والرياضه. قلنا شوف احمد نفسي عنده حاجه فاهم، نيجي نقول له ايه روشته ثانيه، استاذ النظام روشته ثانيه. فاسئلتكم ممكن يعني مين اللي هيبدا ويشارك معانا في طرح السؤال بالتالي؟ اتفضل يا فندم. ايوه براحتك، تعالى هنا، تعالى اتفضل هنا، خلينا في الواي. اتفضل هنا عشان مساء الخير جميعا. ندوه بجد العنوان كذاب جدا، ولكن بياخدنا نتعرف على حضرتك بس الاول. هشام خيار في الكاتب، هو الاساس التغيير وسيله ولا غير؟ ده الاساس. ثانيا انا عندنا ستاندرد لو وصلنا ليه سواء الرجل او المرأة تقول احنا كده خلاص اتغيرت كفايه تغيير. حاجه تانية، هل في ناس موجوده مش محتاجه تغيير؟ دي الاسئله اللي ممكن تتكلم. هي تعقيب بس على كلام مش متحدد منها، بس هتكلم بوجه عام. ابحام الموضوع حسن البنا في الموضوع كان بشكل وكان ركوب موجه من ضد الاخواني تبع الدوله، فما حبيتش السؤال، وخاصه ان ما كانش في حيز الصح والمكان الصح. انا كده شويه عشان الضوء، لا سنه كده شويه عشان الضوء كده بس. لان هو اقحم يعني، ممكن برضه موضوع الميه وتوفير الميه اقحم من اساس الدوله، ما كانش يعني الدوله كانها يعني حاجه تعبويه وليس محاضره مسؤوليه. وانا تمامي ضد الحاجات التعبويه دي، خاصه ليها مكانها في الاحزاب او الاحزاب لكن في دلوقتي. موضوع النساء ان الثورات قامت للتغيير سواء في 50 سنة، لا بالعكس الثورات في العالم السريع كمان قامت للتغيير، وهي قامت بطول تمامي من تحسين، وعشان كده كان شعار الثوره عيش حريه في رمضان. وليس قرب الباي وحضرتك كده شويه عشان الناس تسمع. يعني عايز اقول ان الثورات في العالم السادس لا تقوم للتغيير ولكن للتحسين. بعكس المظاهرات بتكون في اوروبا، الراجل بقى 40 سنه في اوروبا بتقوم مثلا عشان خاطر ما بيشتغل 40 ساعه في الاسبوع، لا عايزين يوصلوا ل 38 او 36. ده التغيير، لان هم عندهم رفاهيه التغيير.
احنا تعلمنا السنه اللي فاتت عندنا رفاهيه التمكين، ولكن رفاهيه التحسين. الثورات اللي قامت في الوطن العربي كله، في اليمن، في ليبيا، في تونس، في مصر، كانت بتقايمه عشان تحسين الوضع وليس تمكين الوضع. بدليل ان كانت ممكن تستمر، يعني تنتهي الثوره بقادم الحكومه بس لو كانت تنتهي سريعا يعني، وكان الوضع ده تعلموه. الحته بس الاخيره الاستاذه قالت ما يقال عنها ثوره 25 يناير، لا هي ثوره، لان الدستور المصري دلاله الدستور المصري اللي بعدين مصر دي قدرها الحق وسيد الحجاج يوليو 25 يناير ثوره، دلاله الدستور الاساسيه، وثوره 25 يناير هي ثوره حقيقيه مع جميع اخطائها. بصرف النظر بقى كان في ناس بالثوره ما بتكونش الثوره، دي موضوع تاني ممكن تاني تاتي، ولكن اثبات للحق وللتاريخ فان ثوره 25 يناير ثوره باعتراف الدستور المصري ثوره قادمه في احد العيد. وشكرا على الاستشهاد بعد اذنك، وشكرا على المقاطعه، وشكرا على المداخله. تسجيلا الكاتب الولائي بشار الطيب.